يقول السائل أحسن الله عليكم: في هذا الزمن ظهر الكثير ممن يشكك في الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وكتابه الصحيح، يقول: ما هو هدفهم ولماذا ركزوا على هذا المحدث وكتابه دون غيره؟ الحمد لله رب العالمين. لا بد وأن تعرف أيها السائل أن الطعن في الإمام البخاري وصحيحه، وكذلك الطعن في الإمام مسلم وصحيحه وغير ذلك من كتب السنة، إنما هو امتداد للطعن في السنة أصالة، والذي تبناه كثير من أهل البدع والطوائف الضالة كالخوارج والرافضة وغيرهم، ومن سار على منهجهم من الليبراليين والحداثيين والمنافقين في هذه الأمة، فإنهم لا يزالون يطعنون في السنة. وأما تخصيصهم لكتاب البخاري فإن من المعلوم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فإذا قوبل الطعن فيه فإن قبول الطعن فيما دونه سيكون أيسر، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع الأمة. ولذلك لا تزال هذه الألسنة القبيحة التي أسأل الله عز وجل أن يكف شرها وأذاها وقيحها وقيئها عن الأمة، لا تزال تتخوض في هذا الكتاب العظيم، لأنها متى ما قدرت على إسقاطه فإن إسقاط ما دونه في الصحة سيكون من باب أولى. ولذلك يجب على الأمة أن تحافظ على منزلة الصحيح، وأن تنشر فضائل الصحيح فيما بينها، وأن تحذر من كل إنسان يطعن في صحيح البخاري، لا لأنه من الكتب المعصومة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لا نقصد ذلك، ولكن من باب سد ذرائع الطعن في السنة وإسقاط ما دون الإمام البخاري وصحيحه من كتب السنة. فالواجب على الأمة صغارا وكبارا، علماء وعامة، حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين، ألا يرضوا بأن يتخوض في هذا الصحيح ومؤلفه. ويجب عليهم أن يأخذوا بيد القوة والكف عن كل ما من شأنه الطعن في هذا الصحيح، وألا يرضوا بخروج أحد يطعن في الصحيح، لا في وسائل إعلامهم ولا في منطقة نفوذهم التي هي داخلة تحت سلطانهم، من باب المحافظة على السنة. فإننا إن طعنا في السنة طعنا في القرآن، والأدلة الدالة على أن السنة حجة كثيرة جدا. والغريب أنه لا يطعن في هذا الصحيح مثل هذا الطعن العام إلا من لم يقرأ الصحيح أصالة، وإلا فإن صحيح الإمام البخاري قد اتفقت الأمة سالفها وخالفها وأولها وآخرها على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لا كان قبله ولا بعده ما يوازيه في الصحة، والله أعلم.